أجرى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس، وذلك لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وأكد الوزير ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب واستمرارية تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.